السلام عليكم، انا سميتي كلثوم، في عمري 25 سنه و9 اشهر بالتفصيل، بنت كازا، حاليا عايشه وخدامه خارج البلاد. انا اليوم حبيت نحكي لكم قصتي ونشاركها معكم. فاش دخلت اليوتيوب ودخلت القناه ديال جمال الفا وسمعت القصص ديال الناس، كل ما فيها بس حتى انا نشارك معكم قصتي وخذوا من هذاك الشيء اللي غادي يفيدكم ويعجبكم. قبل ما نبدا غادي نشكر الاخ جمال بزاف على كل شيء، وكنقول لك الله يوفقك ان شاء الله ويقويك. المهم كيف ما قلت لكم، انا في عمري 25 سنه، اول ما جيت لهاد الدنيا وحليت عينيا تنشوف بابا مزوج بجوج عيالات، مزوج بماما اللي هي سميتها فاطمة، ومزوج بماما رحيل الله يرحمها. أنا كانت مكبراني مرت بابا، حيت مرت بابا كانت هي المرأة الأولى في حياته، وما كانش تتولد مسكينة الله يرحمها. كنت أسمع أنها تتبغي وتتحمق عليه، طرات أنها تضحي وتسمح أنها تجي مرة واحدة أخرى وتشاركها في حب حياتها كيف ما تنقولو. قلت له خصك تتزوج ضروري، انا بغيت نشوف ولادك وبغيت نفرح. زوج بابا بماما اللي هي كانت خت صاحبه، ماما كانت ساكنة في كازا، كان بابا شاري ليها الدار في كازا، وماما راحي الله يرحمها كانت ساكنة في برشيد، انها كانت خدامة، هي كانت في التعليم، كانت استاذة تعليم وكانت استاذة، ما كانش كيمكن لها انها تغادر برشيد وتمشي لشي مدينة اخرى، وكان عائلتها تما وحبابها تما. المهم بابا كان مقسم راسه، كل واحدة عطيها حقها وعادل بيناتهم. وهي ماما حملات وولدت خويا الكبير، من بعد ولدت اختي، من بعد ولدتني انا. فاش ولدتني انا خدتني ربتني ماما راحي الله يرحمها، وانا حليت عيني حليتهم في ماما راحي اللي هي مرت بابا الله يرحمها. واخا ما تنقولش نقول لها مرت بابا لان هي ماما. المهم انا فاش حليت عيني لهاد الدنيا تنشوف بلي عائلتنا عايشة احسن قصة حب في الدنيا، يعني متفاهمين بزاف، ما كاينش ديك اللعبة ديال راه ربيبي ولا ربيبتي ولا راه بنت راجلي ولا راه درتي ولا راه مرت بابا. وبابا كان واحد الانسان اللي محطوط بزاف، اللي عطاه جوج عيالات اللي هما كانوا مفاهمات وكانوا اكثر من الخواتات وكانوا كيبغيوه، وكل واحدة كانت كدير المستحيل باش انها تساعد اكثر من الثانية. انا حليت عيني في احسن قصه حب كيف ما تنقول لكم، بحال داكشي ديال الخيال، يعني مستحيل حاليا تكون كاينه هذيك قصه الحب اللي انا حليت عيني فيها واللي عشت فيها. المهم انا كنت كنقرا في برشيد، كانت مرت بابا هي اللي مقابله لي قرايتي وكل شيء، كنت انا قرايه بزاف، كنت دائما نجي انا الاول ابتدائي اعدادي ثانوي دائما انا الاول. المهم طلعت الاعدادي، اي بنت في هاد الدنيا ولا ولد في الاعدادي تبداو تحلوا لي عينيها. المهم انا طلعت الاعدادي، درت صحابات بزاف، درت معارف بزاف، ولكن فهاد الشيء كلشي كانوا عندي غير جوج صحاباتي هما اللي كانوا قراب ليا بزاف. اما ما تبقى كانت غير موسم ديال الدراسه وكتسالي علاقتنا. كنت واحد البنت اللي ما من داك النوع اللي كيعجبني نتخشى وسط من الدراري، كيعجبني نضحك مع الدراري، ماشي كيف ما تيقولوا يعني انا ذكريه ولا شي حاجه بحال هكا، ولكن انا كنت هكا، انا كنت كان كيعجبني نكون ديك الخليه، ديك البنت الكبيره، يعني ديك الاخت الكبيره اللي اي واحد في القسم تيبغي شي حاجه تيجي لعندها، اي واحد تحتاج شي نصيحه تيجي لعندها. ما كانش عندي مع داكشي ديال انني ندير شي علاقه مع شي واحد ولا شي واحد يصيفط لي شي ميساج ولا شي رساله ولا شي حاجه بحال ما هكا، ما كانش عندي هذاك الشيء. وكنت كنخاف بزاف، كنت كنقول انا اللي درت شي علاقه غادي تحكي عليا شي واحد، وانا عندي خويا ما شاء الله عليه، يعني واحد الولد اللي هو مؤدب بزاف وظريف بزاف وعنده صحابه بزاف وكل شيء تيحترمه، قلت انا وكيتيق فيا وعزيز عليه، وبابا خلاص بابا واخا نقول ليه اللي نقول ليه تيتيق فيا، واخا نكذب عليه تيتيق فيا، واخا انا عمري ما كذبت عليه. كنت دائما خايفه ان دائما خايفه انني نخذلهم، دائما خايفه ما يتصدموا فيا، داكشي علاش كنت كنحاول نبعد على العلاقات الخاصه. نضحك مع الدراري، نجمع معاهم، نضحك مع البنات، نخرجوا كليكة كاملة، ولكن مش انني ندير شي علاقة مع شي واحد مستحيلة. كنت كنآمل بلي ربي راه مخبي ليا شي حاجة، ربي مخبي ليا واحد السيد اللي هو مكتاب ليا بلي غيتزوج بيا،
بس كنقول انا خصني نبقى محافظه على راسي على قبل الوالديه، على قبل خويا وعلى قبل با، ونبقى محافظه على راسي على قبل داك السيد اللي غادي يثق فيا وغادي يجيني يجي يخطبني من دارنا. المهم بقيت غاده على هذا الحال. هذا قريت الابتدائي الاعدادي الثانوي، وصلت للباك، شديت الباك ديالي وحبست القرايه. كانت بالنسبه لماما راحيل هذه اكبر صدمه عليها، ان هي كانت كتمناني انا نشد الباك ونكمل قرايتي وندير التخصص اللي باغا انايا. انا صافي شديت الباك ديالي صافي، وليت باغا نخدم. المهم حاولت انا نقنع ماما راحيل، قبلات بصعوبه لانها احترمت القرار ديالي وقالت لي ميمكنش انا نبزز عليك تكملي قرايتك، لحقتي شي نبزز عليك ما غاديش ترجعيك في الاول. صافي حبست القرايه ديالتي وخدمت. من مرة ما خدمت انا خدمت عند واحد الطبيبه ديال العينين. من مرة ما خدمت انا غادي يتزوج خويا اللي كبر مني، تزوج خويا اللي كبر مني. عائلة خويا ما تعرفونيش، انا كنت خدامة ما حضرتش العرس، ما تعرفونيش اغلبيتهم ما تعرفونيش. يعني ثلاث صباح يعني فاش جات عرست خويا، والغد في الصباح جاو خواتاتها وامها عاد عرفوني، ولات عندي واحد العلاقة مع اختها اللي صغر منها. من بعد عام ديال الزواج ديال خويا، اخت مرت خويا بغات دير العرس، قالت لي شوفي انا ما شغليش، غادي تجلسي معايا شهر كله توجدي معايا. قلت لها ماشي مشكل، انا غادي نجمع الكونجي ديالي، مشكل انا غادي نجمع الكونجي ديالي حتى نهار عرسك، وغادي نجلس معاك شهر، ما عندي ما غاديش نخسر لك. المهم هذاك الشيء هو اللي كان، جلست معاها شهر. فهذاك الشهر فين غادي يعرفني خوها الكبير وغادي يشوفني وغادي يعرفني، ولكن ما هضر معايا ما والو، غير معرفة بعيدة وصافي. من وراء عرس ديال اختها تجي الام ديالها ومرت خوها واحد اخر باش تخطبني، الخوها اللي شافني وعجبته. انا صافي يعني فرحت، قلت شتي ها اللي قلت ربي مخبي ليا شي حاجه وهي جات حتى لبين يديا. المهم تزوجت، درت العرس ورحت لعند راجلي في شعبان، دوزت شعبان ورمضان. المهم عندك من شعبان حتى العيد الكبير داز، احلى احلى ايام عمري. تاني عيد ديال عيد الأضحى جيت لدارنا، كانت أول مرة غادي نجي لدارنا من بعد الزواج ديالي، لأنني أنا مني تزوجت صافي عمرت راسي وحياتي كلها بداري وبراجلي. داكشي اللي كنت كنشوف ماما راحيل وماما فاطمة تطبقوه مع بابا، ولا طبقته مع راجلي أكتر. كنت واحد البنت اللي بغات دارها بزاف وبغات راجلها بزاف، لدرجة أن بكثرة ما أنني بغيته وليت نحس بيه. في الليل ملي يكون جاي للدار من الخدمة غير تدور مع الزنقة تنحس بيه، تنقول صافي راه جا، تنهبط في الدروج ما تنجي فين نوصل الباب تا كيدير هو سوارت في الباب باش يحل. يوميا على هذا الحال، من طبيعة الحال ملي تيحل الباب راه تيلقى واحد المرأة تتسناه، واحد المرأة اللي تتبغيه، واحد المرأة اللي مقدرة راسها ومهلية في راسها ومهلية في دارها ومجدالية أحسن ماكلة. غادي يجي أيام الخدمة وغادي يجي خصو يلقى أحسن ماكلة، خصو يلقى الدار مقادة، خصو يلقى مرتو مقادة وتتسناه، واحد ريحة زويونة في الدار يعني داكشي اللي تيتمنى أي راجل. المهم كيف ما قلت لكم مشيت لدارنا، جلست فيها سيمانة. في هذيك السيمانة بزاف ديال الحوايج تبدلوا. أول حاجة بعدها هو تبدل دائما مدة سيمانة، تنعيط له في الليل تليفون وطافي، ما يمكنش. واش أنا مني كنت معاه كان كيبان التليفون وشاعل باش يعيطو الخدمة ولا شي حاجة، وأنا دابا فاش أنا في الدار تليفون وطافي ما يمكنش. المهم قلت ماشي مشكل، غايب حجبتو معاه. فاش رجعت لداري مع المدة ولات كل مرة كتبان ليا حاجة، أول حاجة بعدا غادي تصدمني وهو الكارو اللي ما عمرني ما شفتو شدو. هذيك المدة ديال 6 شهور أو 4 شهور أو 5 شهور ما عمرني ما شفتو شد الكارو. شوية بان الكارو، شوية بان الشراب، شوية بان الصهير. تنهضر معاه تنقول له شنو هاد الشي، شنو هاد الشي، تيقول لي راه غير مشيت مع صحابي وبزو عليا واحد الكاس، راه غير مشيت مع صحابي. داك الشي ولا يوميا، وصلت بالدرجة أنه يولي يجي كاول الدار. أنا طلع لي الدم، مبقيتش قادرة نصبر، جلست معاه وهدرت معاه وقلت له شنو هاد الشي، قال لي شافي بنت الناس شي هاد السيد اللي جالس معاك دابا هو اللي غتبقاي تشوفيه ديما غيولي فيه، أما اللي شتيه في هاد الشهور هادي ديال الزواج هداك راه أنا براسي ما كنعرفوش. قلت له دابا شنو المعمول، قال لي المعمول هو أنك تقبلي عليا هكا. قال لي أنا هكا داير يوميا شراب، يوميا البنات، ويوميا داكشي كلشي اللي كتحلك في بالك. سكت، كمتها في قلبي وسكت. علاش سكت؟ سكت لان اختو واخدها خويا، لان اختو سكت لان اختو واخدها خويا،
لان اخته والد مع اخويا بنت، ميمكنش مبقيتش نفكر في راسي، بس كنفكر في دارنا، بس كنفكر في ماما رحيل، كنفكر في ماما فاطمه، نفكر في بابا، نفكر في خويا اللي كيبغي مرتو، خد زوج بيع زواج تقليدي ولكن بغاها. مبقيتش عارفه شنو غادي ندير، صافي رديت بالامر الواقع وسكت، قلت ما عليا ما غادي ندير الا انني نصلي ونطلب ربي يهديه ويرجعوا ليا. بقينا على هاد الحال هذا نهار، سيمانه، شهر، عام، وحنا على هاد الحال. وصلت بيه الدرجة أنه يولي يجي سكران ويضربني، كنقول ماشي مشكل. وصلت بيه الدرجة أنه كيف ما قلت لكم، وصلت بيه الدرجة أنه يولي يضربني. وأنا كنت واحد البنت اللي ساكتة بزاف، يعني ما صافي ما تأقلمت مع الوضع، ما بقيت كنقول له لا فين ولا منين ولا أشنو تديرو ولا أجي ولا صافي. وليت مقابلة داري، داكشي اللي كنت فيه في الاول واللي بقيت غادا عليه مقابله داري وصافي. مقابله هو اللي بغاها كنديرها له وصافي وساكته. ما عمري ما تشكيت لدارنا، حيت انا عارفه راسي لو انني تشكيت بابا ما غاديش يخليني معاه حتى دقيقه. ولا داني بابا الضر غادي يطلب منه باش يطلقني، ولا طلقني ماما فاطمه اللي هي اللي والداني ماشي اللي مرت بابا. هتقدر توقع عليها شي حاجه، تقدر تموت فيها، تقدر تطيح فيها، عمرها ما تنود مره اخرى، تقدر مرت خويا حتى هي تطلق. يعني وليت كنفكر في الناس اكثر ما تنفكر في راسي انا. رديت بهذاك الامر بسبب هذاك الشيء اللي وقع لي، وبسبب هذاك السيد اللي تزوج بيا وخرج لي على حياتي. سمحت في كل شيء ورايا وجيت لهاد البلاد هادي، سمحت في عائلتي، سمحت في بابا، سمحت في خوتي. موت ماما راح الله يرحمها ما حضرتش له، ماتت جدا ما حضرتش ليها، شي زواج وشي فرح وما حضرتش ليهم، زوجت اختي صغيرة وما حضرتش ليهم. صافي خرجت راسي من كل شي، قلت صافي داكشي اللي باقي فيا، داك الشويقيقة اللي باقي من كلتهم، خليني نقعد شوية ونعاود نقد حياتي. ولكن ما قدرتش كنلقى راسي مازال باقا عايشة مع الماضي، مازال ما قدرتش نتخطاه، مازال الصورة ديال بنتي بين عينيا. كنطلب من الله وكنقول غادي يربي يهديه ليا، وغادي يجي واحد النهار وغادي ربي يتوب عليه وغادي يهديه، ولكن هو بقى ضغى اكتر من الاول. وليت انا كنكون نعسة في الليل وكيصوني عليا نيميرو بريفي، مني تنجاوب تنسمع واحد نعاس مع وحدة، وهداك الواحد اللي هو راجلي تنجي لدارنا وتنخليه هو في الدار، تجيبهم للدار، ما تبقاش قادو انه يمشي يديهم لشي دار كريهه ولا يمشي الملاهي ليلي ولا شي حاجه، ولا كيجيبهم للدار وكينيسو فوق فراشي. انا في دارنا وتيصوني عليا، ومن نمرتو هو تصدر معايا وحده وتضحك شي الفاظ ما نقولش ليكم. كنقول ماشي مشكل، بقيت مخبيه وساكته. واحد النهار كنكتشف بلي انا راني حامله، جيت للدار فرحانه، درت عشاء رومانسي، شماه، كل شيء. واحد النهار كنكتشف راسي باللي راني حاملة، فرحت بزاف، قلت صافي هاد الكريشة هادي اللي غتخليه تبدل. جيت للدار وأنا فرحانة، قلت اليوم غادي نوجد عشاء رومانسي، داكشي اللي كان. وجدت أحسن عشاء رومانسي، الشموع، الورد، كل شيء. جيت خالد الدار، لقى داكشي كل شيء مقاد قدامه، قال لي شنو هاد الشيء؟ قلت له عندي لك واحد الخبر زوينه، واليوم ما جات على خاطرك بلا ما تخرج خليك معايا. قال لي واش انت غتحكمي فيا؟ قلت له انا ما كنتحكمش فيك، هذا طالب ماشي امر، انا طلبتك ماشي كان امرك. قال لي انت ما شغلكش فيا، انا باغي نخرج نخرج. المهم قبل ما يعرفني بلي انا حامله ضربني وداك الشيء اللي في كرشي طاح، ضربني وهداك الشيء اللي في كرشي طاح. صافي داني السبيطار، طلعوا لي الاسعافات وداك الشيء، ردني للدار تبكي انا ما فراسيش وانا هادي. قلت صافي ماشي مشكل، مكتاب ان هاد الكريشه هادي ما تصدقش، صافي ما عندنا ما نديرو، ربي غادي يعوضنا. المهم بقى على هذاك الحال، ما تبدل فيه والو، بقى كل نهار كيكون اكثر من الاول. حملت المره الثانيه، ولدت واحد البنيه كانت زوينه بزاف، سميتها هيبه، وبقى غادي بحال ما هكاك. صافي مني ولدت بنتي ومبقيتش تنسوق لي، ولا بالي كله غير مع بنتي، مع مرها وقتي غير بنتي،
نهار كامل وانا غير مع بنتي، وليل كله انا غير مع بنتي. دارت بنتي عامين في عمرها، مني دارت عامين، مني دارت بنتي عامين، واحد النهار طلبت نمشي لدارنا. قال لي واخا ماشي مشكل، هو عمره ما كان كيحبسني على دارنا، هو كان واحد الانسان سخي بزاف، اللي بغيتها كيجيبها ليا، عمره ما قال لي لا على شي حاجه. مهم قلت له بغيت نمشي لدارنا، وصلني لدارنا دوز معايا نهار، من بعد رجع دازت شي سيمانه بحال هكاك، وعيط لي قال لي واش ما هداكش لا ما بغاش تجي. قلت له شوف انا ما غاديش نجي، انا كنت جاي تنضحك معاك، قلت له انا ما غاديش نجي تتسلح راسك. يعني المده ديال 3 سنين وانا عايشه معاه في عده المشاكل، وساكته وما قلت لدارنا والو. ضحكت معاك قلت له شوف انا ما غاديش نجي تتسلح راسك، بعد من داكشي كلشي اللي كدير. هو خدا على انها راني كنهضر بصح، قطع مني قطع، قلت صافي خليه ماشي مشكل. واحد النهار انا ما كنتش في الدار، كنت انا ما كنتش في الدار، كنت مخليه بنتي مع مرت خويا، ما كنتش انا وماما معروضين، وماما راحي حتى هي كانت معانا، يعني بنتي بقات غير مع مرت خويا ومع بنت خويا. هو جا داها، جا قال لها بغيت ندي هبه نخرج شويه، عطاتها له لان باباها ما يمكنش تقلعها له. انا جيت للدار ما لقيتهاش، قلت لها فين هي هبه واش ناعسه، قلت لي لا راه جا خويا وداها. قلت لها علاش عطيتيها لي، قلت لي واش انا غادي نمنعو على بنته، انا كنت عارفه باللي راه داها، كنت عارفه باللي راه كيصحاب له باللي انا راني غضبانه وجداها. المهم هذيك الليله كلهم انا ما كنعرف حتى شي خبر عليهم، تنعيط ما تنعرفش، ما تحد ما عطاني عليه مرات. بقيت فايقه حتى للسبعه ديال الصباح، مع السبعه ديال الصباح كيسوني ليا التليفون، عليا التليفون مع السبعه ديال الصباح خوه. المهم هضر معايا قال لي واش هداك شي واحد، قلت له ما حدا حتى شي واحد، كلشي ناعس ياك لاباس. قال لي عندي لك شو خبار، شد في راسك، وهادي هي الدنيا وكنا ليها، وهادي وهادي نتوما عارفين ديك الهضره، ملي تبعو شي واحد يجيب لكم شي خبر الموت ضروري ما كيمهد ليكم. قلت له انا غير قول لي شنو كاين، راه ربي اللي عالم بين الناس، الليل كامل ما ناساش. قال لي حسن راه دارك سيده. قلت له شنو، قلت له هيبه. قال لي هيبه راه كانت مع دارك سيده. انا صافي فاش قالها لي مبقيتش عارفه شنو وقع من بعد، صافي ما بقيتش عارفه شنو وقع من بعد. من بعد ما تفيقوني الدار تنسول هبة ماتت، باباها في الإنعاش. صافي أنا من وراها بقيت شهر وأنا في السبيطار، شهر وأنا في السبيطار طايحة كوما، ما كنهضر ما تناكل ما تنتحرك ما والو، شهر. من بعد هذاك النهار حياتي كلها تتقلب، مشات بنتي ودات معاها كلثوم، بقيت جسد بدون روح 4 سنين وأنا عايشة جسد بدون روح. 4 سنين، عامين منها أنا ما عايشاش، عامين منها أنا ما تنبانش، عامين ليل نهار ونهار الليل، تنبقى نهار كامل وأنا ناعسة سد عليه بيتي باش حتى شي واحد ما يشوفني، حتى الليل فاش تنعسو دارنا، الليل فاش تنعسو دارنا عاد تنفيق أنا ناكل من يعني، عاد تنفيق نتحرك شوية في الدار، عاد نخرج من بيتي. حياتي كلها تبدلت من بعد موت بنتي، صافي طلبت الطلاق، طلقت ماما فاطمة كيف ما قلت. فاش طلقت انا هي ما تقبلتهاش، ومرضات جاها السكر جاها المال جاها كلشي، كلشي تعرضت عليها، ما رضاتش قدام الناس، ما رضاتش قدام خواتاتها اللي تعيش عليهم، عندهم بحال لعب، كل واحد كي خايف، كل واحد خايف الناس يقولوا بلي هذاك راه اخته مطلقه، ولا بلي هذيك راه اختها مطلقه، ولا هذيك راه بنتها مطلقه. جوج الناس اللي تقبلوني وقفوا معايا، ماما راحي الله يرحمها، وبابا، بابا هو اللي وقف معايا، بابا هو اللي طلع وهبط معايا في المحكمه حتى خديته براتي. صافي بقيت كيما قلت لكم 4 سنين وانا عايشه مع الدبا، 4 سنين وانا عايشه الذكرى ديال بنتي، 4 سنين ما قبل، 4 سنين، 4 سنين دازت عليا بحال ما عشتهاش.
رسمي وانا تنشوف الناس كيفاش تشوفوا فيا، وانا سمحنت بزاف. كل شيء اللي مبقات فيا حتى شي حاجة، اللي بقى فيا هو بنتي الله يرحمها. فيما انا بعد 4 سنين قررت انني غادي نخوي البلاد، ما غنبقاش فيها، مشي لشي بلاصة ما كيعرفني فيها حتى شي واحد. داكشي اللي وقع جاتني واحد كونترال باش انني نخدم برا. صافي فرحت بزاف، قلت هذه فرصة ما غنضيعهاش. مشي مهم شنو غادي نخدم مادام في الحلال، مشي مهم شحال غادي نشد، المهم انني نبعد من هاد الناس كلهم ونعيش مرتاحة. داكشي اللي درت، خديت ورقية باسبور ديالي الفيزا، صافي وجيت هنايا خدمت. لكن واخا جيت هنا وخدمت، والحمد لله قدرت نخدم خدمة مزيانة بيطيحني في واحد الناس، يعني صراحة الحمد لله على كل حال. ولكن هكاك مازالني عايشة جسد بدون روح. مبقيتش كنعرف راسي وشكون انا، صافي وليت خسرت بزاف ديال الحويج، خسرت راسي اول حاجه. مبقيتش قادره انني نعطي فرصه للناس باش انهم يتقربوا مني. اي واحد يبغي يخطبني ولا يتزوج بيا مباشره كيلقى مني رفض. حتى المغرب مبقيتش قادره ندخل ليه، الا دخلت كندخل سيمانه، كندخل على اساس انني غادي نجلس شهر نشوف دارنا نتسارى. نخرج كنجلس سيمانه ولا جوج وكنرجع بحالي، ما كنكملش حتى الشهر ديالي. عرس اختي الصغر مني ما قدرش نحضر له، مبقيتش حامل، ما شفتش واحد من عائلتي، مبقيتش. صافي طلع لي كل شي في راسي. صافي النهار اللي دفنت بنتي دفنت معاها حتى كلتو، هاني دفنت بنتي دفنت معاها تاكلتو. طب انا خدامة مزيان، عندي واحد الحاجة باغي نديرها في حياتي وكنت طايف عليها، ولكن انا نسيت راسي، نسيت انني نفرح، نسيت انني نضحك، نسيت انني نعيش حياتي. الحمد لله على كل حال، هذه هي قصتي. كما قلت لكم خذوا منها اللي عجبكم. كم شفت انا اياه وكنقول الله ياخذ فيه الحق، لا ياخذ فيه الحق، لا ياخذ فيه الحق، لا ياخذ فيه الحق من واحد البنت اللي كان كيعجبها الضحك. كانت اي مجمع في العائله هي اللي تنشط ولا تضحك كل شيء. واحد البنت اللي كان عزيز عليها تشد، اللي ما كانش واحد يتقبل شدان، صافي مشى فيها. قال لي واحد البنت تعيسه، لا تفهم معاك كلمه الموت، ولا امنيتها انها تموت اكثر من انها تعيش. طف 4 سنين، 3 المحاولات ديال الانتحار، 3 المحاولات ديال الانتحار، وربي كيحفظني. وليومنا هذا مازال ما نسيت والو، مازال ما نسيت حتى شي حاجة. كلشي قدام عينيا باقي كيدور.